يقول: خرج هذه الأيام كتاب بعنوان إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، وذكر صاحب الكتاب أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هجر المبتدعة والابتعاد عنهم هذا مطلوب لئلا يؤثروا على من يجالسهم، خصوصا من الجهال والمبتدئين، يجب عليهم أن يتجنبوا المبتدعة ولا يجلسوا معهم ولا يتلقوا العلم عنهم لئلا يدسوا عليهم الشر. لكن من هم المبتدعة؟ يجب أن يعرف من هو المبتدع، لأن بعض الناس يطلق البدعة على كل من خالفه في رأي، فالبدعة لها ضوابط شرعية ولا يعرفها إلا أهل العلم الراسخين في العلم، هم الذين يعرفون ضوابط البدعة. فما كل من ارتكب معصية أو مخالفة يكون مبتدعا، المبتدع هو من أحدث في الدين ما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي إحداث شيء من الدين بغير دليل شرعي، أو الزيادة في الدين من غير دليل شرعي.